السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل معكم سلسلة تمارين درس الاشتقاق وتطبيقاته مع التمرين رقم 4. إذا التمرين يقول نعطي الدالة إف المعرفة كالتالي: إف لإكس تساوي القيمة المطلقة دي إكس كاري ناقص 1. سؤال 1: أدرس قابل الاشتقاق الدالة إف على اليمين عند إكس زيرو تساوي 1. إذا هنا عندنا دالة اللي فيها القيمة المطلقة، طبيعة الحال ما خصهاش تخلعكم هذه الدالة، هذه قيمة مطلقة كيمكن لي نحيدها بدراسة بطبيعة الحال الإشارة ديال التعبير اللي كاين داخل القيمة المطلقة. إذا وهداك الشيء اللي غادي نبداو به في أول تمرين. إذا إف لإكس تساوي القيمة المطلقة دي إكس كاري ناقص 1. إذا ندرس إشارة إكس كاري ناقص 1. اذا باش ندرسو هذه الاشاره خصني نحل المعادله ديال اكس كاري ناقص 1 كتساوي لنا 0. اذا تكافئ، هذه متطابقه هامه، ممكن نكتبها على شكل اكس ناقص 1 عامل اكس زائد 1 تساوي 0. اذا اكس زائد 1 تساوي 0 او اكس ناقص 1 تساوي 0. اذا اكس تساوي ناقص 1 او اكس تساوي 1، يعني المعادله تقبل حلا. اذا إلا درنا واحد الجدول الإشارة مولا فيني، كرتبوا الحلول من الأصغر للأكبر. إكس كاري ناقص 1. إذا المعادلة من الدرجة الثانية أو حدودية من الدرجة الثانية كتقبل حلين، إذا خارج الجذرين إشارة أ. إشارة أ هنا في الحالة هي 1، 1 إكس كاري، إذا زائد زائد داخل الجذرين عكس إشارة أ. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن القيمة المطلقة ديال إكس كاري ناقص 1، إذا إكس كاري ناقص 1 كتكون موجبة في هاد المجال وفي هاد المجال. موجبة يعني القيمة المطلقة ديال إكس كاري ناقص 1 كتساوي لنا إكس كاري ناقص 1، وهنا كتنعدم، وكتكون سالبة ما بين ناقص 1 و 1، يعني سالبة يعني ناقص إكس كاري ناقص 1، يعني القيمة المطلقة دي إكس كاري ناقص 1 كتساوي لنا جوج ديال القيم، قيمة في هاد المجالين بجوج هي إكس كاري ناقص 1، والقيمة الثانية في المجال ناقص 1 و 1. إذا يمكن لي نلخص هاد الشي اللي وصلنا له بالكتابة التالية: إذا إف لي إكس تساوي إكس كاري ناقص 1. فوقاش كتساوي إكس كاري ناقص 1؟ ملي كتنتمي إكس لمجال ناقص لا نهاية، إكس كتنتمي لمجال ناقص لا نهاية ناقص 1، اتحاد المجال 1 زائد لا نهاية، اتحاد 1 زائد لا نهاية. والتعبير الثاني ديال الدالة هو هاد التعبير هذا اللي هو ناقص إكس كاري ناقص 1. بطبيعة الحال إكس كتنتمي للمجال ناقص 1 1 ناقص 1 1. وكذلك عندنا إف ديال 1 كتساوي لنا إف ديال ناقص 1 كتساوي أش؟ كتساوي لنا 0. إذا دابا يمكن لي نكمل الأسئلة ديالي بكل سهولة. سؤال 1: غادي ندرسو قابلية اشتقاق إف على اليمين عند 1. إذا على اليمين عند 1 يعني إكس كبر من 1، فين كاين إكس كبر من 1؟ كاين في هذا المجال هذا، يعني نستعمل الجزء الأول ديال الدالة. إذا الاشتقاق غيكون عندنا الليميت ديال إف لإكس ناقص إف ديال 1 على إكس ناقص 1 في 1 بلس. إذا هو الليميت، قلنا غنستعمل الجزء الأول إكس كاري ناقص 1 ناقص إف د 1 اللي هي 0 على إكس ناقص 1. إذا الليميت عند التعويض غادي نلقى 1 كاري اللي هي 1 ناقص 1 0 على 1 ناقص 1 أي 0. دونك 0 على 0 غيكون عندنا شكل غير محدد، وبالتالي فخصني نحيد الشكل غير المحدد.
إذا إكس كان ناقص واحد متطابقة هامة، نكتب على هذا الشكل، على الشكل إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد، كنختزلو بإكس ناقص واحد، إذا ليميت ديال إكس زائد واحد، كنعوضو واحد زائد واحد هي جوج. إذا لقينا بأن الاشتقاق جوج هي اف بريم ضوء ديال واحد. إذا مادام كتنتمي الآر ف اف قابلة للاشتقاق على اليمين عند اكس زيرو كتساوي واحد. بنفس الكيفية غادي نرسو الاشتقاق على اليسار، إذا عندنا الليميت ديال اف لي اكس ناقص اف ديال صفر أو اف ديال واحد على اكس ناقص واحد. إذا الاشتقاق على اليسار يعني اكس صغر من واحد، إذا اكس صغر من واحد غتكون في هذا المجال هذا، يعني اكس محصورة ما بين ناقص واحد و واحد. إذا غنستعمل التعبير الثاني ديال الدالة، إذا الليميت ديال ناقص إكس كاري ناقص واحد إف ديال إف ديال واحد هي صفر على إكس ناقص واحد. إذا عندنا الليميت ديال ناقص إكس كاري ناقص واحد متطابقة هامة، يمكن نكتب على الشكل هذا على إكس ناقص واحد. إذا دائما كندير التعويض المباشر، كنحاول نشوف الاختزال، دونك الا درنا التعويض المباشر هنا راه غيكون عندنا الشكل غير محدد، وبالتالي غنحاول نختزل ونبسط التعبير ومن بعد عاد نعوض. اذا غنختزلو باكس ناقص واحد، اذا كيبقى لينا اكس زائد واحد، كنعوضو ناقص واحد زائد واحد، اذا هي ناقص اثنان. ناقص اثنان هنا كينتمي لآر، يعني ناقص اثنان راه هي اف بريم جوج ديال واحد. إذا اف قابلة للاشتقاق على اليسار عند اكس زيرو تساوينا واحد. إذا لقينا بأن الدالة قابلة للاشتقاق على اليسار وقابلة للاشتقاق على اليمين، هل الدالة قابلة للاشتقاق عند واحد؟ إذا لدينا اف بريم جوج دو واحد كتساوي لنا ناقص جوج، و اف بريم دو واحد كتساوي لنا جوج. اذا بما ان اذا باش تكون قابله للاشتقاق خص يكون العددين المشتقين على اليسار وعلى اليمين متساويين، اذا بما ان اف بريم جوج دو واحد تخالف اف بريم دو واحد فان اف غير قابله للاشتقاق عند واحد. الآن دابا معادلة نصف المماس، إذا التعبير غادي نعوضو بشكل مباشر، إذا معادلة نصف معادلة مماس أو لا مماس منحنى الدالة أو لا معادلة نصف مماس منحنى الدالة إف على اليمين. علاش قلنا نصف مماس؟ لأن عندنا الشقاق على اليمين. إذا إيكغيك تساوي غادي نعوضو هنا إف بريم ضوء ديال من ديال إكس ديال إكس زيرو، إذا إف بريم ضوء ديال واحد على اكس ناقص واحد زائد اف ديال واحد، هذه الصيغة العامة. غادي نعوض اف بريم ضغوة واحد هي جوج اكس ناقص واحد، و اف بريم و اف واحد هي صفر. اذا غادي نشرو جوج اكس ناقص جوج، إن هذه معادلة نصف مماس محدد للإف على اليمين عند واحد. الآن معادلة نصف مماس محنى الدالة إف على اليسار بنفس الكيفية، هنا راه إكس زيرو، إذا إيكغيك تساوي إف بريم جوج ديال واحد عامل إكس ناقص واحد زائد إف ديال واحد، تعويض ناقص جوج عامل إكس ناقص واحد زائد صفر. غادي نشرو ناقص جوج إكس وناقص جوج في ناقص واحد هي زائد جوج،
آخر سؤال، ماذا نسمي النقطة أواحد واحد؟ إذا بما أن اف بريم جوش ديال هذا السؤال تطرح عادة أو دائما ممكن يكون عندنا الدالة قابلة للاشتقاق على اليسار وعلى اليمين ولكن غير قابلة للاشتقاق في النقطة. إذا بما أن اف بريم جوش ديال واحد تخالف اف بريم دغوا ديال واحد، فإن النقطة أ واحد اف ديال واحد تسمى نقطة مزوات، يعني بوان أونغولو باللغة الفرنسية، نقطة مزوات.